ممكن اعرف الجود جيرل تعتبر نوعها ايه وكمان ليتل بلاك دريس؟ تعالوا اكلمكم عنهم. اصدار جود جيرل من براند كارولينا هيريرا، نوع ريحتها فلورال سبايسي سويتي فانيليا، برفيوم قويه جدا، درجه التقل تقيله، انتشار وثبات قوي جدا، برفيوم شيك للشتاء والخريف. مكوناتها سبايسز دافيه اللي هي القهوه والكاكاو والقرفه وفول التونكا، وده ريحته بتختلف ما بين ريحه الزرع الاخضر وريحه التبغ مع اللوز. الورود هنا الزنبق والياسمين وزهر البرتقال وورده البنفسج والروز البينك، ومن القاعده بقيه النوتس الشوكولاته، العنبر، المسك، الباتشولي، وخشب الصندل، خشب السدار، خشب الكشمير. بالنسبة لإصدار ليتل بلاك دريس من شركة إيفن أو براند إيفن، إيفن بيجددوا في شكل أزايز الإصدارات المستمرة من زمان، مناسبة لكل الفصول شتاء وخريف صبح وليل، والربيع والصيف بالليل فقط. ثبات وانتشار قوي، درجة التقل وسط، الفريجرنس مميز ملوش شبه. ريحتها في التوب نوتس وردة السيكلامين، ودي ريحتها ريحة النظافة زي الصابون الخفيف الفريش، زائد الكزبرة الناشفة والجنزبيل، ريحتهم واضحة، زائد زهرة المشمش، زائد نوع من أنواع الورود البيضة اسمها هاني ساكل، ريحتها عسل. الميدل نوتس هنا وردة اللانج لانج اللي هي بالعربي اسمها اليالانج، ودي أنا اتكلمت عليها مبارح في برفيوم إندرا، زائد الياسمين، زائد الجوردينيا، زائد وردة البيوني البينك، زائد وردة الداتورة، ودي ريحتها سويتي. القاعدة هنا البرقوق، خشب الصندل، المسك، فول التونكا والخشب.